خالد بن ايان وسمير سعيد ومحمد سمير سعيد الحارس السابق لمنتخب الكويت وصاحب الشعبية الجارفة بين أنصار النادي العربي أحد أقطاب الكرة الكويتية، رجل يحظى باحترام الجميع وناشط رياضي حتى بعد اعتزاله. والله بلنا قلت له يبا أنا ريال خريج اقتصاد ولي عندي خبرة في كرة القدم 30 سنة والعملت إداري في نادي العربي وأنا نائب رئيس ولي خبرة اقتصادية وتجارية وكل شيء وأنا ودي أرشح نفسي في اتحاد كرة القدم. قالي والله إحنا ما نختار خبرتك هذه كلها. قصة الليلة الأخيرة في حياة سعيد استأثرت باهتمام الشارع الرياضي الخليجي وطغت على اهتمام وسائل الإعلام المحلية في الكويت. الخميس 12 أبريل منطقة الشاليهات جنوب الكويت، سمير سعيد يمارس رياضة المشي في أحد المنتجعات. تتقدم سيارة مسرعة من طراز يوكن يقودها عقيد كويتي متقاعد يدعى أحمد الكندري. السيارة تتقدم بلا أضواء وتقترب من سعيد فجأة وبلا مقدمات. زائر الليل يدهس سعيد ويقذف به على بعد 20 مترا من مكان الحادث. يتوقف قائد المركبة لإسعاف الضحية. سعيد يصل إلى المستشفى والأطباء يعلنون أنه تعرض إلى إصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسده. فورا يصل النبأ إلى الكويتيين. وجهاء المجتمع وأصدقاء اللاعب يهرعون إلى المستشفى للتبرع بالدم والدعاء لسعيد. محاولات متواصلة لإنقاذ حياته. المحاولات تستمر لمدة 2 يوم قبل أن يعلن الأطباء رحيل سمير سعيد. أسبوع حزين عاشته الكويت ووداع حار لابنها البار بحضور مختلف شرائح المجتمع. غادر سمير سعيد حجي هذه الدنيا عن 49 عاما بعدما قضى حياة حافلة في الملاعب الرياضية نال على إثرها شعبية لافتة في بلاده، قادت نواب مجلس الأمة لنعيه تحت قبة البرلمان. سمير سعيد لعب متعور، لعب مصاب ويعرف كل الرياضيين حتى يحرس عرين مرمى منتخب الكويت، ولما تعور قصرنا في علاجه. الأخ الرئيس لما حصل حادث الدهس ويروي لي شقيقة وصديقة الأخ مهدي ندوم انحذف 25 متر في البر، وحتى تصل الأسعاف استغرقت أكثر من 35 دقيقة حتى تصل الأسعاف إلى سمير سعيد، ولما يو يحطوا له جهاز الأكسجين طلع خربان، ولما يو يحطوا له جهاز شفط الدم من الرئة لأنه كان مصاب بنزيف داخلي بالرئة طلع الجهاز خربان في دولة مثل الكويت، واستغرق وصوله إلى المستشفى ما يزيد عن 35 دقيقة ثانية. حتى البروفيسور البريطاني اللي وصل إلى الكويت يقول تواز تو ليت، لو إنه واصل قبل نص ساعة كان الأمر يكون مختلف. رحل سعيد وترك للكويتيين ذكرى.